للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مجدي أهلا بك، كيف يتابع الإعلام الأمريكي أولا هذه القضية، وهل تقرير نيويورك تايمز يعني يؤيد الادعاءات أو الاتهامات للجانب الأوكراني بأنه يقف وراء هذه العملية تفجير خط أنابيب نورد ستريم؟ مروج، تقرير صحيفة نيويورك تايمز فتح الباب واسعا على جملة من الأسئلة التي تبدأ ولا تنتهي. هو قدم إشارات استخباراتية وحديث عن تقرير استخباراتي أمريكي وتصريحات لمسؤول أمريكي، لكن دون أن يسميه ودون أن يقول أن هذا التقرير الاستخباراتي تابع لأي وكالة استخباراتية. هناك تقريبا 18 وكالة استخباراتية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان موضوع التقييد والتحديد مهم جدا. التقرير أغفل ذلك، أيضا لم يتحدث عن درجة الثقة، لأن عادة مروج كما تعلمين هذه التقارير الاستخباراتية يكون لها درجات في الحديث عن الثقة فيها، إن كانت هذه درجة الثقة عالية قوية أو ضعيفة، ولكن لا حديث مطلقا عن درجة الثقة في هذا التقرير. بالعودة إلى البيانات التي أشار إليها هذا التقرير الاستخباراتي ونقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز، فهو أكد على أن المسؤول عن هذا التفجير لخطوط أنابيب نورد ستريم هي جماعة موالية لأوكرانيا، دون تأكيد أو نفي إن كانت هذه الجماعة من أشخاص لهم الجنسية الأوكرانية أو جنسيات أخرى، ولكن أكد على أنهم قد يكونوا مناهضين لروسيا وقد يكونوا معارضين لبوتين، وبالتالي فتح الباب واسع أيضا على موضوع آخر وقد يكون له تفسيرات أخرى لا نعرفها ولا يمكن تحديدها في الوقت الحالي. الإدارة الأمريكية مروج، إدارة الرئيس بايدن، أغفلت الموضوع تماما حتى اللحظة، لا حديث ولا تعليق رسمي، ولكن لا شك كلما تفاعل أكثر في وسائل الإعلام خلال الساعات والأيام المقبلة فإنها عليها أن تجيب على الأسئلة المطروحة بخصوص هذا التقرير الصحفي، وإن كانت الآن تتجنب الحديث عنه مروج. نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي.